كل ثلاثاء أقول حأطور اليوم كل العلاجات اللي أخذها، إن شاء الله اليوم حطورها، عندني أصورها كلها. طيب نبدأ اليوم بمغنيسيوم 500 ملغرام قبل الأكل. المغنيسيوم مرة واحدة يوميا 500 ملغرام، طبعا على حسب الحاجة، في حالات تزيد عن 500 ملغرام. باكلوفين 10 ملغرام مرتين يوميا في منتصف الوجبة، الحين هاخد في منتصف وجبة الفطور حبة. بعد الفطور سيتالوبرام هايدرو برومايد وانس دايلي 20 ملغرام، بس انا اخد 30 زي ما قلنا مرة واحدة في اليوم بعد الفطور، 30 ملغرام يعني حبة ونص. المستشفى يجهزوها ويعطوني اياها في السيارة وانا قاعد في السيارة. هذه الابرة مرة واحدة اسبوعيا 30 mcg، اسمها افونيكس. وطبعا قبل الابرة سلبدين، اتوقع ما في غير نوع واحد سلبدين، ما في ملغرام معين. الحين الحبة الثانية للباكلوفين، اي وجبة كلها في نص الوجبة تاخذ الحبة. حبوب قبل النوم فيزيكير 5 ملغرام، وريميرون 30 ملغرام حبة واحدة. في هذه برضو نسيتها، برضو وانس ويكلي مرة واحدة في الأسبوع، فيتامين دي اللي هي أشعة الشمس مع الأكل، كمان وسط الوجبة تأخذ حبة بس. طيب تذكيرا بالأدوية، أول شيء الباكلوفين في منتصف الوجبة مرتين يوميا 10 ملغرام. الباكلوفين حق العضلات اللي زينا مرضى الام اس، عضلاتهم تتشنج كثير، فهذا علاج كويس لها. سيتالوبرام هايدرو برومايد 20 ملغرام، انا اخذ حبة ونص. سيتالوبرام حق مضاد اكتئاب، احنا اصلا علاجنا يسبب اكتئاب، كل مشتقات الكورتيزون. المغنيسيوم حق الجهاز الهضمي 500 ملغرام، طبعا حسب، يمكن في حالات تحتاج اكثر من 500، بس حالتي واحدة مرة 500. السلبدين قبل الابرة عشان لا يجيني اعراض الابرة السريعة زي سخون، ارتفاع درجة حرارة، انخفاض درجة حرارة. في الفيتامين دي حق ذوي احتياجات خاصة زي حالتي، ما نتعرض للشمس كثير، فناخذ فيتامين دي حبوب بدل ما نتعرض للشمس. فيزيكير 5 ملغرام على حسب ما يوصف لك الدكتور كم ملغرام، بس حق الفيزيكير حق المثانة عندي كانت تفلت احيانا من نفسها بدون ما احس، فهذا يسوي كنترول. الريميرون حق اكتئاب، حبوب اكتئاب. طبعا في الافونيكس اللي هي احد علاجات الام اس، وواحدة مرة اسبوعيا الابرة افونيكس. في عندك هذه تاخذ حبة واحدة يوميا بعد الاكل، او على حسب ما يوصف لك الدكتور. طبعا الحقيقة جاتني أسئلة كثير بخصوص الأدوية، ورح أشرح الموضوع. طبعا
طيب، أول شيء في عندنا الفيتامينات والمعادن زي المغنيسيوم، زنك، آيرون إلى آخره. المهم طبعا قبل كل شيء، ما في شيء تأخذ من كيسك كذا تروح للصيدلية وتقول له أعطيني، لا، تتأكد أنه جسمك بحاجة وفي نقص للمهم. أنا أفحص على المعادن والفيتامينات اللي في جسمي عن طريق الشعر، ياخذ جزء بسيط جدا الدكتور سام قباني في الكويت. اللي يبغى أرقامه اللي يبغى يتواصل معاه عشان يرسل له عينة من الشعر، يعني يفحصني ويطلع كل اللي موجود في جسمك، وهو عاد يقول لك ايش تستخدم وعن ايش تمتنع ان تتناول عليه. في عندنا حق العضلات الباكلوفين والمعدن الفيتامين دي اللي هو أشعة الشمس، والسيتالوبرام والأفونكس الإبرة. في أدوية اللي هي هذه من المستشفيات الحكومية زي مستشفى الحرس الوطني، الدكتور مخ وأعصاب رئيس قسم المخ والأعصاب الدكتور حسين القحطاني، وكمان في مدينة الملك عبدالله الدكتور عمر أيوب فيها. هذه مستشفيات حكومية تصرف لك العلاجات هذه اللي خاصة بخصوص المثانة، اللي كانت زمان تفلت كذا وأنا نايم أصحى من النوم ألاقي نفسي غرقان. هذه علاجها تسوي كنترول على المثانة، اسم العلاج فيزيكير، بس طبعا مو من كيسك كذا تروح للصيدلية، لازم في كل دكتور يوصف لك اي علاج تاخذه، ما وصف لك هو لا من عندك كذا تصرفه من عندك. اللي وصف لي اياه دكتور في مستشفى عبد الرحمن طه بخش، دكتور اسمه مهاب صفوت قسم المسالك البولية. واخيرا واخرا الريميرون اخذته من دكتور علي زائري، دكتور دكتور علي الزائري في عيادة اسمها عيادة الدكتور علي الزائري تقاطع التحلية مع المدينة. أكرر وأكد، لا حد ياخذ الدواء من كيسه كذا يصرفه من عنده، لازم يراجع الدكتور وصفة طبية يصرفه للدواء. أي فيتامين وأي معدن أنا أرجع للدكتور علي الدكتور سام قباني في الكويت، هو يقول له ايش ناقصه وايش اللي زايد وايش يخفف وايش يزود ويبطل ايش ويكتر ايش. طبعا انا نصاب كذاب، لا في اسئلة ولا شيء، في واحدة بس صاحبتي مصابة بالام اس سألتني، بس يعني مش صاحبتي بس انه من مجتمع الام اس، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بس هم كذا السوشيال ميديا نصابين، يجي سؤال واحد ويقول لك والله جاني كثير ولازم أرد عليها كلها، وهو نصاب. قلت أنا يعني دام ما يمشوا إلا كذا أمورهم ما تمشي إلا كذا، يلا أخش معاهم. طبعا إلا من رحم ربي عشان لا نظلم الكل، في بعضهم وفي بعضهم عادي.